ومعنى الكرسي واجبا. الله الله. وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار. الله الله. وتنكست على رؤوسها الأصنام. ونطق الدواب قريش بالمقالات العربية. الله 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 عليك. ونطق الدواب قريش بالمقالات العربية. الله أكبر. وقالت أمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأنام. وفرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر اللذية. وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام. ونادى لسان خار الكائنات جاءنا اليسر. الله الله. جاءنا اليسر. جاءنا اليسر. الله 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 يا رب يا رب. جاءنا اليسر. جاءنا اليسر. جاءنا اليسر بعد الشدائد العسرية وظهر إمام العدل والرقيب من الخواص بنام. الله. ونادى لسان الحال الكائنات جاءنا اليسر. جاءنا اليسر. جاءنا اليسر. جاءنا اليسر. بعد الشدائد العسرية وظهر إمام العدل 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 وظهر إمام العدل. الله. والرقيب من الحواسد النام. وظهر إمام العدل. وظهر إمام العدل. والرقيب من الحواسد نام ولم تجد أمه في حمله وحمل ولا تغبا ولا كربيا ولا ثقلا ولا هزالا ولا مس آلام. الله. Thank you.
إمام العدل والركيب من الحوافد نام ولم تجد أمه في حمله وخما ولا ثغبا ولا كربيا ولا ثقلا ولا غزالا ولا مسالا ولم تجد أمه وحمل ولا تعب ولا كربية ولا ثقلا ولا غزالا ولا مسألا كان صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه يسبح ويقدس ذات ربه الوحداني فكانت السيدة آمنة تسمع تسبيحه وتقديسه وهو في بطنها وهو في بطنها فسبحوا من لا ينام أخا الحب لا في لا في نداء به الكون في الحسن عام هلالا هلالا به الكون هلالا به الكون في الحسن هام جمالا زان بالضياء مشرقا جمالا زان بالضياء رسول عزيز الجناب فريد تسامى جمالا على في المقام رسول عزيز الجناب فريد رسول عزيز الجناب رسول عزيز الجناب فريد تسامى جمال
تسامى جمالك تسامى جمالا رسول عزيز الجناب فريد تسامى جمالا عدا في المقام رسول عزيز الجناب فريد تسامى جمالا عدا في المقام نبي استمعتم أيها السادة إلى فاصل من التوشيح والابتهالات الدينية قدمه لكم مع الشيخ طه الفشني وبطانته. قدمنا لكم في هذا الفاصل توشيح يا أيها المختار، ثم قصيدة ملكت عنان العز، وتوشيح الوقت صفا، ثم جزء من السيرة النبوية الشريفة. بعد هذا أيها السادة نختتم هذا الجانب من احتفالنا أو احتفال رابطة القراء بمولد الإمام الحسين رضي الله عنه،